الاول بقى ندخل على طول في الموضوع. شايفين ان الافلام يمكن هي اللي رسخت قوي الذهن ان الحما الشريره، هي اللي عكست الصوره دي الى حد ما. يعني خلينا نقول الى نسبه. لا، لو رجعنا للافلام القديمه الحماوات الفاتنات وحماتي ملاك، و يعني اتكلمت كتير على الحماوات واللي بيعملوه صراعات مع الزوج، وازاي الحما بتقوي بنتها على جوز بنتها لكن ده طبعا يعني خلينا نقول ان هو ده كان حاجه شويه كوميدي على لكن مش واقع الحقيقه. مش كل الحماوات عموات يعني. بالظبط. وجهه نظري. تفتكري حضرتك ان 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 مثلا الفرق حاليا اصبح كبير قوي بين الحموات دلوقتي والحموات بتوع زمان؟ طبعا فرق كبير، لان في تقدم وفي المتعلمات دلوقتي وعرفوا، وبعدين يمكن قاسوا كمان من ستاتهم يعني جده الواحد او حاجه. ان كان برضو مامتها ساعات تعاني، كان لان كان في بيت واحد بتتلم العيله غيرة. والاسره فدي بتبقى كمان بتبقى في غيره شويه، وهي لازم الحما تبقى جامده عشان تقدر تسيطر. ايوه، على شفتي ازاي بقى دخلتي حضرتك في صلب الموضوع اهو. على طول دي عشان تسيطر لازم تبقى جامده. يعني حضرتك النهارده لما بتقعدي كده مع نفسك بصراحه بتشوفي الفرق بينك كحما وبين حماتك ايه؟ اصل انا ما واجهتش حماتي لانها كانت متوفيه. لا طب خلاص، يبقى خلاص. خليني يمكن انا اخد الرد منها. هو في اختلاف بين الحما زمان والحما دلوقتي، زي ما اتناقشنا انه الثقافه اتغيرت، التعليم اثر. ما عانته الحما النهارده زمان سواء بتدخل اسري سواء باقتحام الخصوصيه بتاعه الاسره، خلتها تحافظ على عيالها بانها تقول بلاش اتدخل بزياده، كل واحد يقدر يقوم بحياته باسرته الا في الضروريات. حضرتك حما ايه؟ حما بنت ولا ولد يعني؟ هو انا حما بنت اوريدي اتجوزت، وحما ولد ان شاء الله خطوبته قريب، يعني الاثنين. طبعا عند حضرتك الاثنين. وحضرتك؟ لا انا عندي ثلاث حموات، البنت والولدين. بنت وولدين. تمام. وحضرتك اولاد حضرتك؟ ولد وبنتين. طب يعني اذا عندنا كل. طب ليه دايما سؤال بقى، ليه دايما الحما بتكون يعني حما زوجة الابن بتكون دايما اشد من العكس؟ ليه يعني انا النهارده لو انا عندي ولد متجوز انا كأم هبقى شديده مع مراته قوي، هبقى بعملها قوي كحما، بس مش هعمل نفس الحاجه مع جوز بنتي؟ والله هي بتختلف برضو في الواحده. ساعات ممكن العكس، يعني مثلا يبقى ابنها يعني كويس ومراته تعباه، فاكيد هتبقى مع ابنها يعني شويه او تحاول تصلح. وممكن جوز بنتها يبقى شويه كده، فبرضو يعني العقله بقى ان هي تحاول تصلح. بس